التيستس نسختين الديدماس دي بعدها طبعا حسب تسلسلهم من منشأ الجهاز التناسلي الذكري فرح نجي عليهم نسلسلهم بالمحاضرة. أول جزء هو التيستس، بعدها يجي الإبيديدماس، بعدها يجي الدكتور ديفرنس، طبعا هو السكروتم، وراها يجي ورا الدكتور ديفرنس يجي أكسسر السكسي لان والبينس. السكروتم هو اللي يغطي البينس، الغلاف الجلدي اللي يغطي البينس والتيستس عفوا، ولا دور مهم جدا بالتيستس راح نجي عليه ذكره بالمحاضره ان شاء الله تعالى. بهذه الصوره راح نبدا نذكرهن الاعضاء اللي هاي اول وحده هي التيستس، يجي بعدها الابيديدماس، يجي وراها سبيرماتوكود اللي داخله يمشي من ضمن الاجزاء اللي يمشي بسبيرماتوكود والدكتس ديفرنس الوارد، يجي وراها المنطقة هاي بها الاكسسر الساسيلان، بعدها يجي هذا هو البينس اخر جزء. راح نشرحها ان شاء الله خلال المحاضرتين القادمة اليوم والاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. زين، اول جزء هو التيستس. خسرتان اول شيء لازم نعرف شنو وظيفة التيستس. اولا هو واهم وظيفة، اول وظيفة هو انه هو بروديوس ذا سبير سبيرماتوزوا. يعني تعرفون كلكم انه النطفة تكون وين؟ بالتيستس السبير، فتكون على شكل سبيرماتوزوا، تتكون وتنشأ من جزء خاص بالتيستس، من جزء بالميدياستاينم هسه احنا نجي على ذكره ان شاء الله تعالى، ينشأ سبيرماتوزوا بعدين يتطور يصير طبعا سبيرماتوزوا المنشأ الأولي إلى السبير، بعدين ينضج يصير سبير. فهذا أول شيء هو من وظائف التيستس أنه بريديوس سبير. الشيء الثاني هو بريديوس ميل سكس هرمون اللي هو التستوستيرون، هو الهرمون الذكري. عندنا ذا التيستس بها وظيفته مهمة، يعتبر ذاك أنه بريديوس سبير اللي تنشأ منه السبيرمات، والشيء الثاني تنتج هرمون، ذلك يعتبر من غدد الصماء. الغدد الصماء تعتبر التيستس من ضمن الغدد، لأن هي تقوم إن شاء الله نجي على محاضرة الإندوكراين راح نذكر بعض الغدد اللي شغلتها إفراز هرمونات من ضمنها التيستس، اللي هي ما تعتبر من ضمن الغدد الإندوكراين، هي تعتبر ميكس، فتكون تفرز لنا هرمون اسمه التستوستيرون. عرفنا أول شيء وظائف التيستس. نجي الخصائص العامة للتيستس اللي هي شنو؟ بها تو اكستريميتيز. شلون البون؟ احنا ما اخذنا البون بها تو اكستريميتيز، فايضا التيستس بها تو اكستريميتيز. الكابيتال الراسيه ذا اند اسوشيتد وذ ذا هيد اوف ديدماس اللي هو هذا، هاي الكابيتال هذا وهذا الهيد اوف ديدماس، فهذا يسمونه كابيتال اكستريميتي. هذا شنو؟ الكابيتال اكستريميتي. الكاودال اكستريميتي هو النهايه المرتبطه مع من؟ مع التيل اوف ديدماس، لان ديدماس بي هيد وبي بادي وهذا التيل، فهاي هاي هي الكاودال اكستريميتي مرتبطه مع من؟ مع التيل اوف ديدماس. تمام شباب؟ زين، نجي التيسس تكون من عده طبقات، من عده اجزاء. نكمل طلاب عادي. التيست تكون من طبقات. اول طبقه هي الغلاله البيضاء تونيك البوجينا، هي غلاله تغطي الخصيتان الخصيه من الخارج. فشوف هنا يسمونها غلاله البيضاء، ليش؟ لانه تعطي بشكل الابيض للتيست ان شاء الله تعالى، شوفوها بدروس العمليه تعطي اللون الابيض، فذلك يسموها غلاله بيضاء، هي من خارج تكون بيضاء شكل. تونيك البوجينا ذا دينس كونكتيف تشو، يعني باعتبار نسيج بام سميك
which encapsulated the testicular parenchyma تغطي متن الخصية. الميدياستينم هو سنترال، طبعا هاي هي الطبقة هذا تشوفونها هي هاي من الخارج هذا الخط هذا يسموه تونيكي الباجينا. زين الميدياستينم ذا سنترال كونكتد تشو which contain retitestis هذا الابيض هو منتصف التستس ويسمونه ميدياستينم ايضا هو عباره عن نسيج ضام بداخله نشوف مثلا الخاديد ذني يسمونها ريتيتيستس هي شبكه خصويه السيمني فراستيبولز هذا اللي تكون من عند خلاله السبيرم هو منشا السبيرم تكون السبيرم بالخصيه بهذا البكران احنا قلنا الخصيه فيها وظيفتين الاولى بروديوس سبيرم فالسبيرم وين ينتج؟ ينتج بهذا الجزء من الخصيه اللي هو السيمني فراستيبولز the sperm producing portion of the parenchyma هو منشأ الجزء اللي ينشأ به أو يتكون به السبير الجزء الآخر هو الريتيتيستس طبعا هذا هو السيمني فراستيبولز يعني هاي وهذا هو نفسه أيضا هاي السيمني فراستيبولز وأيضا هاي السيمني فراستيبولز هاي السيمني فراستيبولز كل هذين الأجزاء باللوبيولز بالتيستس عبارة عن فصوص متكونة تيستس فبداخلها سيمينيفراس تيوبولز هنا تتجمع وين تكون ما يسمى بريتي تيستس الشبكه الخصويه هي كولكشن اوف سمول تيوبولز هذني خلايا عباره عن الانابيب عند ميدياستينم اللي هو هذا الجزء الوسطي هذا هو الميدياستينم اللي حكينا عليه which carries sperm from them سيمينيفراس تيوبولز يعني من السبير ورا ما يتكون السبيرم سيمينيفراس تيوبولز وين يروح على اليمين الريتيتيستس بعد الريتيتيستس ينقل الى من؟ الى الافرنت دكت وبعد يروح وين؟ للابيديدماس وبعد الابيديدماس الدكتس ديفرنت هنحكي عليه ان شاء الله تعالى الافرنت دكت ذا شانل ويتش بيرفوريت تونيك البوجينا هي هاي طبقه تونيك البوجينا فهو يخترقها ويطلع خارجها تو كونكت ذا ريتيتيستس هاي ريتيتيستس to the head هذا يعتبر كله جزء head of شنو epididymis فهاي الانابيب هذني الانابيب هي الافرنت دكت اذا السبيرم يتكون من السيمينيفراس تيوبولز بعدها وين يروح ورا ما يتكون يروح على الريتيتيستس بعدها ينتقل الى من الافرنت دكت وهذني كل التعاريف مطلوبه ومهمه جدا ممكن اسالكم عليها بشكل فراغ او اطلب منك تعريف هذا الجزء فضروري تحفظوها طلاب نجي الكومباراتيف هو كلش مهم عندنا هالتشريح انه تعرف كل جزء بيته كومباراتيف مقارنه هذا لازم تحفظونه تعرفونه بشكل مهم جدا الكومباراتيف عندنا مهم جدا بالجهاز التناسل الذكري الفروقات بين كل حيوان والثاني The testis of يعني رامبوك يعني هو الخرفان والمشترات الصغيره والبور الخنازير تكون relatively large تكون كبيره جدا بيش كارنيفورز اكلات اللحوم الدوغ واند الهورس اللي هو يعتبر من ضمن يعتبر اكواين تكون ايش سمول فهنا عندنا المشترات الصغيره والخنازير تكون كبيره تستس اما اكلات اللحوم واكلات الاعشاب الهورس او الاكواين فصيل خليه تكون ايش سمول اصغر اورينتيشن وضعها بالجسم شلون تكون هي طبعا يغطيها السكروتوم السكروتوم راح نجي شنو وظيفته ليش يغطي شنو فائدته يغطي النتيس وشنو وظيفته اللي حيأديها راح نحكي عليه ان شاء الله تعالى ان هورس من ده شخبط بني ليه تتخبطي على المحاضره ليه تتخبطي على المحاضره بنين على اساس ده شخبطي انت فما يحق لأي أحد يتدخل ويشخبط على المحاضرة، واضح؟ ما زلنا نلعب احنا ترى. قاعدين نرتب لكم محاضرة اشرح لكم ويجي واحد يشخبط على المحاضرة، شنو الحكي هذا؟ ان هورس تكون الاورينتيشن مال تيستس
هوريزونتال يعني افقيه، تكون موضعها بالجسم افقيه مع مستوى من؟ مع مستوى الظهر افقيه. احنا نبري وضع افقي مو مثل الانسان، فتكون افقيه مع مستوى الظهر، فتكون وضعها افقي. بالكارنيفورس دوغ الكات والبيكس الخنازير تكون الكابيتال انصه من ايش؟ الكاودال اكستريميتي. عرفنا شنو الكابيتال اكستريميتي؟ الكابيتال اكستريميتي تكون قريبه من الهيد اوف ديدماس، والكاودال اكستريميتي تكون قريبه من تيل اوف ابيديدماس. بالاوكس المشترات الكبيره تكون التستس فيرتيكال. زين زين نعم دكتور. هنا انا حشوفكم رسومات اللي تخص الحيوانات، تكون وضعها تستس هوريزونتال اللي هي هاي اللي هي ستالون يعني الاكواين او الهورس، ذكر مال الخيول يكون يسموه ستالون. مشترات الاوكس تكون فيرتيكال، اما بالدوغ والكات تكون الكابيتال لور دان ايش؟ الكاودر. الابيديدماس الجزء الثاني من الجهاز التناسلي الذكري، يكون هذا هو كل الابيديدماس من هالجهه من هنا الى التيل، من الهيد هذا الهيد وهذا البادي وهذا شنو التيل، هو عباره عن تيوب از انجيتد اورجان which lies adjacent، يكون ملتصق تماما بعد التيسس to the testes and continuously receive immature sperm. بالتستس ينتج ومن؟ بالسيمينفرس تيوبولز، ينتقل للتستس بعدين الافرنداكت بعدين النقل المن للابيديدماس. السبيرم يكمل نضوجه وين؟ بالابيديدماس. ينتج بالتستس ويصير له مراحل نضوج، لكن النضوج الكامل والخزن يصير وين؟ قبل ما يروح لعمليه التزاوج ينضج وين؟ بالابيديدماس. which enter through its efferent duct، يدخل ممن؟ من القنوات الصادره ممن؟ من الخصيه. efferent يعني قنوات صادره، تصدر ممن؟ من التستس وتدخل بمن؟ بالهيد اوف ابيديدماس. الهيد الابيديدماس متكون ثلاث اجزاء مثل ما حكيت لكم، هيد والبادي والتيل. الهيد هو يحتوي على الافرنت داكت، والبادي هو هذا متعرج، والتيل هو اخر جزء مرتبط مع من؟ مع الدفرنت داكت. هذا هو الدفرنت داكت. Comparative the number of efferent duct، طبعا هو هنا efferent duct اعدادها مختلفه حسب الحيوان، بس تراوح ما بين 13 ل 23 قناه. طول الابيديدماس تراوح بين 2 متر بالكات الى 15 متر بالهورس. يكون هسه شلون هذا 15 متر بهالمكان الصغير وهي تسعد وتها، لانه هي متعرجه، فشوف من تفتح التعرج مالتها يطلع طولها اكبر. نجي على الجزء الاخر اللي هو يغطينا التستس والسكروتم. اونلاين. تفتح المرابط دكتور تحكي المحاضره. طيب the testis located in the scrotum، يعني هي موضعها بهذا الغشاء الجلدي من الخارج. احنا ما نشوف التستس من خارج الحيوان، اكيد نشوفها مغطاه بطبقه جلديه يسموها السكروتم، خدتوا اكيد ذات الحيوان. السكروتم فانكشن از ثيرموريجوليتوري. شنو يعني ثيرموريجوليتوري؟ يعني ننظم حراره ايش؟ التستس. تعرفون السبيرم خلال انتاجه وحد ما يصير عمليه تزاوج يتاثر بالظروف الجويه، فلازم ياخذ يعني تكون بدرجه حراره معينه جدا بالتستس بعمليه النضوج مالته. من يحافظ على هذا الموضوع؟ هذا السكروتم، يعطيه درجه حراره معينه بحيث شنو؟ بحيث بالصيف يتهدى السكروتم، لانه حتى شنو؟ يطرح الحراره الموجوده قريب على التستس حتى يتخلص منها. بالشتاء ينكمش حتى يحافظ على حراره التستس وتهدفه البدايه. فهذه وظيفه تسمونها ثيرمولوجيتاري، يحافظ على درجه حراره الخصيه، درجه حراره معينه بحيث ما بدش يخبط.
نلعب احنا اخوان. يعني شو ده العبان يا اخواني؟ ليش يخبطون؟ ليش يخبطون؟ ايش بدك تشوف؟ الواحد شايف دكتور على قبل شوي دكتور بس ملخص لك يعني خاصية مع الكتابة، ترى الطلاب ما يدرون إذا هذا سبعة على القلم يكتبون، يعني اي هم ولا يدرون حد ده حد ضلوا قاعدين إيه بس في شو المحاضرة إذا يعني على مو قبل تقصده. شوي أنا أعتذر يلا بس دكتور لا على تخرم قبل راحت شوية محاضرة، اسمعوا ظلوا ساكتين لا تحركوا من الماوس تمام؟ اي دكتور ما يعرفون بهاي الخاصية مع الكتابة ماشي بس لا تمدون ايديكم على البرزنتيشن، دا اشرح محاضرة دا فيديو كول، المحاضرة مسجلة فما يصير تخبطون بها تمام؟ نعم تمام خلينا نكمل. هو دكتور فعرفنا وظيفة السكروتم هي ثيرمولوجيلاتري، هاي مهمة جدا، وظيفة بعملية السبرماتوجينيس، هي عملية السبرماتوجينيس يعني معناتها هي عملية انضاج تطور السبرماتوزوا الى شنو؟ سبير ماتشور سبير. سكروتم متكون من عدة طبقات، الطبقة الخارجية اللي نشوفها من الخارج احنا سكن، تجي بعدها طبقة يسموها تونيكا دارتس، تجي بعدها طبقة يسموها فيشيا، وتجي بعدها طبقه برايتر لاير اوف تونيك فاجيناليس. هاي ان شاء الله تعالى بالعمليه راح تشوفوها واضحه جدا، بالنظري ممكن اشرح لكم حتى لو اوضحها ما حتكون واضحه، بس ان شاء الله بالعمليه حتكون واضحه للكل. فراح نشوف نشرح السكروتم، راح نشوف بي اربع طبقات اللي سكن، تجي بعدها طبقه ثانيه يسموها تونيك دارتس، تجي وراها فيشيا، تجي بعدها برايتر لاير اوف تونيك فاجيناليس. هاي هي طبقات التيست السكروتم سكن، وتجي بعد التونيكا دارتاس وتونيكا فاجيناليس اللي هي هاي برايتاليس، وان شاء الله تشوفوها بالعملي اوضح من هنا الرسم. مهم جدا تحضر للطبقات، نعطيكم طبقات السكروتم تعددوها هذين أربعة تمام. ليش برايت اللاير؟ لأن التونيك فجاين أرس بها طبقتين، برايت اللاير وفيزرال لاير. صوت واضح طلاب؟ كان دكتور صوت واضح. أي دكتور صوت واضح. تمام. الجزء الآخر اللي هو داكتاز ديفرنس قنوات الوارد. Is a duct transported spermatozoa from the tail. احنا قلنا اللي بدنا ماسك تكون من ثلاث اجزاء، الهيد والبادي and the tail. التيل هو اخر اجزاء البيدماس، يرتبط مع من؟ مع الجزء الاخر من اجزاء جهاز التناسل الذكري اللي هو الدكتاس ديفرنس، قنوات ايش؟ الوارده. تاخذ السبير وحتى من يصير عمليه تزاوج ينقل السبير من الناضج من من الابديدماس الى من؟ للدكتاس ديفرنس، لان يعني بعدها يروح وين؟ للجزء الاخر، يمر عليه على الاكسسوري سكسي لاند، تعطيه التغذيه الغذاء للسبير، وبعدها ينتقل للفينس خلال عمليه التزاوج. فهو هذا دكت ترانسبورتد بورتد عفوا سبيرماتوزوا فروم ذا تيل اوف ابديدماس تو ذا يوريثرا. هو اليوريثرا جزء منه يصير من عمليه القذف، اللي هو كان داخل يكون موجود داخل ايوه من داخل البينس. طبعا اليوريثرا هو جزء من اجزاء
الجهاز البولي وليس الجهاز التناسلي الذكري، بس هو يكون مرتبط مع من؟ مع البينس، فيعتبر جزء ناقل علما للاسبير. This duct طبعا يكون هنا اليورثرا يكون داخل البينس، انها جوا يكون داخل، سوري يكون داخل الاسبير، داخل البينس عفوا سوري. This duct passing proximally with the testicular ايش؟ physical and nerve from the part of the spermatic cord. قبل شوي حكيت لكم انه بعد التيستس والابيديدماس هذا الجزء يسمونه spermatic cord. spermatic cord ليش؟ هو يمر من هنا الدكتس ديفرنس، بس يمر بمكان خلاف او تجمع يسمونه spermatic cord، يحوي على عده شغلات من ضمنها الدكتس ديفرنس، راح نجي ان شاء الله عليها بعد شويه. فيمر الدكتس ديفرنس يمشي مع عده شغلات بمكان يسمونه بغلاف يسمونه سبيرماتيك كورد، هذا مجموعه شرايين واورده والدكتس ديفرنس واعصاب يكونون ما يسمى حزمه يسمى سبيرماتيك كورد، فيمر بخلالها وبعدين يعبرون هنا المنطقه الانجوانال كانال، فتحه تربط ما بين الخارج، يعني هذا السنتيسس بالخارج والبينس بالخارج، حتى يدخل البيلفيك كافيتي، يدخل من خلال قناه يسموها النيجواينال كانال. النيجواينال كانال يمر من خلال النيجواينال كانال. هذا هو الدكتس ديفرنس، اخر اجزاء الدكتس ديفرنس هذا يرتبط مع من؟ مع الاكسسوري سكسي جلاند اللي هنا موجوده، احنا نحكي عليه ان شاء الله تعالى هذه المحاضره. قلنا شيء اسمه سبيرماتيك كورد اللي هو هذا الرسم يوضحها، هذا هو الرسم، هاي التيستس وهاي المنطقه يسمونها سبيرماتيك كورد. سبيرماتيك كورد كونسيست اوف ذا فلوينج سيتراش، وهي مهمه جدا يا طلاب تحفظون مكونات السبيرماتيك كورد. اولا تستيكولار ارتري فين ليمف اند نيرف، شريان المريض والليمف تستيكولار يسمونه تستيكولار ارتري، اس تسميه هو تستيكولار فين اند تستيكولار نير، احنا سميتها تستيكولار ارتري فين ليمف اند نير. الجزء الثاني هو الدكتا ديفرنس قبل شوي حكينا عليه انه يمر بمن؟ بالسبيرماتيك كورد. الثالثه هذا طبعا معيوده ارتري يعني فين، هاي خطا، هاي هو الدكتا ديفرنس فقط. الثالثة هو باندل اوف مسل تشو يسمونه كريم ماستر مسل. كريم ماستر مسل قبل شوية حكيت لكم على السكروتم، بتكون السكروتم هو وظيفته ثيرمولوجلاتري، فبالصيف تنزل الخصية تتهدل وبالشتاء تنكمش. زين مين يساعد على انكماشها يرجعها يضغطها للجسم يسحبها؟ اكو عضلة يسمونها كريم ماستر مسل، هاي العضلة هي وظيفتها تسحب الخصية المن للجسم في حالة انه حار الدنيا ترتخي وتعطي مجال تتهدأ، هاي العضلة يسمونها سبيرم كريماستر مصر، وظيفتها تسحب التستس الى الجسم. تمام يا شباب؟ اخر جزء من اجزاء سبيرماتيكول هو الفيزيكولار لاير، احنا مو قلنا التانيك فاجانالس بها بارايتال لاير تغطينا السكروتم، اكو فيزيكولار لاير اللي تغطينا التيستس يسموها فيزرال لاير اوف تونيكا فاجينالس، فهاي الطبقه يسموها فيزيكولار لاير احد اجزاء منه، هنا ايضا تغطينا السبيرماتيك كورد، تغطينا التيستس والسبيرماتيك كورد من الخارج. اذا طبقات اجزاء السبيرماتيك كورد تستيكولار ارتري بين ليمف اند نير، دكتس ديفرنس، باندل اوف سموث ماسل تشو يسمونها كريماستر ماسل، ضروري تكتبوا لها الاسم كريماستر ماسل، واخر جزء هو فيزيكولار لاير اوف تونيكا فاجينالس. احنا قلنا الدكتور ديفرنس يمر من الخارج الى داخل البلفيك كافيتي عن طريق قناه يسمونها نيجوانال كانال. زين نيجوانال كانال موجوده بالذكور وموجوده بالاناث، لكن الفتحه هاي الفتحه تكون بها فتحه خارجيه من خارج الجسم وفتحه داخليه بداخل البلفيك كافيتي. زين هاي القناه يمر بها اجزاء
طبعا بده يكون اناث موجوده، فبده يكون تمر منها شغلات وبالاناث تمر منها امور، لكن تكون مهمه جدا بالذكور. ليش؟ لان احنا عندنا بالذكور التستس خارج الجسم، فبها اجزاء تمر اكثر ممن من الايش؟ من الاناث. فمهم جدا تعرفوا لي التراكيب تمر ممن بالذكور وبالاناث، فحسالكم عليها بامتحان هاي. فهي بالقناة بالذكور شنو يمر بيها؟ يمر بيها سبرماتيك كورد قبل شوية حكينا عليه، وأكو عصب يسموه جينيتو فيمرال نيرف، و اكسترنال بودندال ارتري شريان يمر أيضا، يعني يبدأ من البيلفيك كافيتي، هذا الشريان ينشأ من البيلفيك كافيتي ويروح يغذي لنا ايش؟ التستس البيناس والتستس التفرعات، وأيضا الإفرنت ليمفاتيك بيزول. بعدين حكينا قبل شويه انه من ضمن مكونات السبرماتيك كورد هو الليمفاتيك بيزول، وايضا عندنا العظمه يسموها كريم ماستر موس، اذا هن 1 2 3 4 5 فبني هن موجودات بالاناث. تبني موجودات بالاناث ما عدا السبرماتيك كورد والكريم ماستر موس، بني خاصه للجهاز التناسل الذكري موجودات بالاناث. ثلاث تراكيب الاخرى نفسها موجوده بمن؟ بالاناث. ماشي يا شباب؟ اذا هي خمسه ذني بالذكور، اذا نشيل سبرماتيك كورد والكريماستر ماستر خاصات بالذكور، هذه يعني الكريماستر ماستر فقط خاصه بالتيستس، والسبرماتيك كورد ايضا خاصه بالتيستس، فهذه موجوده بالاناث ما عدا تيستس الاناث طبعا اكيد. فالباقي التراكيب اللي هي جينيتو فيمرال والكستيرن بودندر والافرنت امباتيك فيزول تمر ميمن بالانجوانا كانال ايش؟ بالاناث. واضح؟ اذا عندنا الادرز الممري جلاند موجود بالاناث، فيطن البدندل ارتري يعطينا تفرعات الى خاصه بها، وايضا عصب يروح لنا المن المن ايضا للادرز، والانفرنت ليمفاتيك بس ايضا تروح للمن للادرز، فتكون موجوده بين الناس. الجزء الاخر للجهاز التناسل الذكري هو البينس. اليوم راح اكتفي هنا اخوان، حتى اصير محافظ عليكم طويله. الاسبوع القادم راح اكمل وياكم باقي المحاضره. في سؤال؟ لا شكرا دكتور. شكرا دكتور. المحاضره واضحه واضحه دكتور. تمام دكتور، بس العفو فيديو بالمحاضره ان شاء الله تعالى موجود، وبدي اف موجود، وقائمة الحضور أيضا موجودة حاليا، فإذا ما عندكم شيء ممكن تحصلوا راحتكم تسجلوا حضور. دكتور باكر الامتحان الاثنين الجاي؟ نعم عملي باكر الكتروني. أوكي أيضا نفس الشيء، نفس الفيديو للمحاضرة. دكتور نعم، بس قائمة الحضور تحتاج إلى إذن. هسه اشوفها هسه لحظات ثواني دكتور، اذا الممثل موجود خلي يحولنا على التليجرام احسن. هسه لحظات ثواني. عبد الكريم حبيبي اشتريتها، اشتريتها بالقناه حبيبي خادم. يسمون مسميها محاضره تشريحيه، قائمه الحضور عيني، هاي قائمه الحضور هسه حدخل عليها واثبت الهاي. انتم مو كلكم عندكم ايميل رسمي؟ ليش يعني؟ المفروض ريستركشن ماشي دكتور، رقم واحد هو هاي مو يعني ما بيها اشكال، مفتوحه القائمه. لا دكتور، قائمه الحضور مفتوحه، من يسجلون 77 واحد مسجل حضور. شنو بعد؟ مفتوحه قائمه الحضور، سجل حضوركم معي. دكتور باكر نظري عندنا امتحان اللي وين ما وصلنا له، بس المحاضره الاولى هسه حاليا المحاضره الاولى، الاسبوع الجاي اكمل محاضره الجهاز التناسلي الذكري. دكتور يعني باكر نمتحن لو لا يعني؟ اخي باكر عملي مو نظري، صوتك مو واضح. اكتب لي عين، اكتب لي بالملاحظه، اكتب لي بالكومنت، اتمنى افهم عليك، صوتك مو واضح. اللي عنده شيء خليه يكتب لي.